وصل يعني كان سمعك. طيب بكاء أثناء رقية العين والحسد، طيب شنو آخر؟ شوية يعني ولت عادي، خرجت عادي بحال ما فيها حتى حاجة، طيب مشيت خارج جسد ديالي خفيف، ماشي بحال اللي كنت عدت في الطريق وطيشني الحراق في الراس طيب إذا بعد الرقية كان تحسن أحسن من الأيام الأخرى اللي كانت. كنت طيب متعذب بزاف، كنوصل ما كنتش جيد حرك، جيد طيب تعكست نخلص وطال في الملك وما وصلناش بكري، طيب وصلت للدار كنت فاجأ بنتي ما لقيتهاش في الدار، فين مشات؟ صافي توصلت لهداك الشي في الراس خرجات، هي مريضة؟ ما مريضاش هي الأيام بقات كتسهرني، شحال السن ديالها؟ 15 عام داخلة في 16 عام، طيب لقيتها خرجات مرحبا. وخلات خوتها صغار بوحدهم، خرجت من المغرب رجعت لي تالا غد ليا مع 11:30، تلغت ليه؟ عشان ونص الليل فين مشات؟ مشات عين شمس لحقتها تما، ما فقدت دون إذن دون تكلم مع الوالدين، خلاتكم الليل كامل وانتم لا مقلقين، ما هنا ولكن خرجت الصباح جات الليل، خرجت مع مع المغرب، المغرب المغرب تلقد ليه يعني مع بات الدار، خارج الدار. خارج الدار راه حتى عيطت عيطت لسميتو زهير ما تيجاوبنيش، ما يمكنش. راه مشكل وقع لك لنا شنو وقع مشكل، لي وشنو اول مره كيوقع لي هذا الامر وقع اول مره، بعد ما ترقيتي هنا وقع هذاك. واو وهي كتسمع مشكل ودايرة الله تسمع مش زهير ما جاوبنيش، زعما استشر مع انت اذا الجن اللي عندكم في الدار كيتلاعب بالجميع باش يفتنكم، ملي تاذيتي انت هنايا ولا هو تاذى مش انتقل لابنه، وتصور فلوس تتخبع وكتلاح قدامنا. يعني الفلوس في البيت كتخبع ما تلقاوهاش ومن بعد تسقط وحدها. واحد النهار مشينا من نهار رقية من اول هنا رقية جماعية كانت 9000 ريال، بقات ايوه لها تنعطيها فلوس تبقى لها من 9000 ريال عاقل. انا مشات هكاك ولكن اللي كتكثر وناط مشاكل بيناتنا، تشكيت في الولد قلت له يا كمان انت ولدي هزيتي حتى ناط صداع او من يطيح. بعد، بقينا تنقول كنتي حسبي انا الله ونعم وموجود الوكيل، وقفتي حسبي الله ونعم الوكيل. تكون خوينا داك الساك وهي تخوى 8000 بوحدها شويه عاوتاني، ما عندكم قلبتوه ما كانش صافي واضح، قلبتوه 6 المرات ما كانش داك ما الصاك، كانش بعد ما بقيتو كنت ناضي الفتنه في الدار ناض الصداع بعد عاودت قلبتو لقيتوه هادي غيبات كاع، بقيت نقول حسبي الله ونعم صافي. الوكيل. شوف يا اختي دابا شوف والبنت لك ديالها كتسول زعما ودايره الحجاب ديالها، زعما البنت تعود عليها في اي حاجه ما فهمش، لا الاول كان وهي فين فاقت راه خرجت يعني فاش بغينا نحاسبوها وداك الشيء مسكينه، رجعت بقيت كنطلب الله صافي ما قديت ما ندير، صافي كنقول علاه ما توصل 12 ساعه ولا هذا باش نمشي نعلمو البوليس فين مشات، صافي بقيت كنفكر كنقول لولدي واش كتعرف شي بنت واش هذا، بقى انا كنبحثو غير بشويه، المهم ملي كنحبس الحراره كتشعل فيا، ملي كن ما عرفت ما بغيت نموت، هذا باغي ينتحر وصلت ضرب لواحد راسه الدرجة يعني كان يقفل صرت نضرب راسي ما حاسس حتى بحاجة. طيب أم اللي جات مشات؟ اللي جات قالت لي اتاو دارت ديك الجوج الليل ضرباتها الفايقه هي فين ايوه مشات، كانت كتقول انا علاش خرجت من الدار، تبغاو ينسوا دوك عند الناس مكان عند شي ناس الناس ودوك الناس ما تتصلش بيكم؟ لا مشينا عندهم جاو عندنا الناس تلا قلت لي تقين، لا ماشي زعما فهمت تلاقت ليه، فاش جات قلت لها بنتي شنو، قالت لي والله ما تبقات كتبكي وكتبوس لنا في رجلي، كتقول انا ما حسيتش براسي حتى قد راسي عند البنت، وسمحت في الدري عنده 7 سنين الاخر عنده 13 عام. انا صافي دابا هاد الامور كتبان، دابا كتزيد تبان اكثر، الفلوس كتسرق من البيت ثم كتعاود ترجع وحدها، الاذيه عندكم تعطي الجماع بزاف. كنت الحمد عندكم لله في المسيره ديالي تندير النجاره كنت غادي مزيان الحمد لله بخير، شاري طوموبيل بعت وشري طوموبيل، دابا بعت الطونوبيل فيا كريدي ديالها ومازال الى حد الان ما تتش معليش الفلوس بصفه نهائيه، وكتسرق ما كتيسر باحها باش يخلص الكريدي، ما شد فلوسها ما خلص ما كريدي ما خلص ما بقات عندنا طونوبيل ثلاثه د الحوايج هذا هو المحق، هو هذا دابا صافي كاين زعما راه ليلى صافي واطي زعما كاع نبيع من ديك البلاصه نخوي صافي وصلت واحد كاين ماشي هذا هو الحل، خصك تعرف واطي بلاتي. شوفوا قلتي انا بسم الله الرحمن الرحيم، قلتي انا اكتب لك لانني عندما اتكلم معك اشعر بالتوتر، مزيان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتمنى من الله تقرا هذه الرساله كلها، انا في حيره يا شيخ، ارى في منامي بئر مهجور، مزيان، وكانني ادفن اشخاص في القبور وارى هذا الشيء مرارا وتكرارا، مزيان. وكذلك ارى في المنام كان البحر يجف وفيضان
على غفلة، مرة يجف مرة فيضان، وأرى كأنني أسبح في مسبح وأسبح على ظهري، كأن فيضان يأخذني، وأرى كأنني أسبح في البحر ولكن لا أعرف السباحة. طيب، أنا حلمت بعد الرقية، رأيت ملوك وأمراء، ملك منهم قريب مني وملوك آخرين كأنهم في إدارة مجتمعين، وكأنهم وزراء، والملك الذي كان قريب مني كنت أنا وهو في باب الإدارة، وكانت هناك فتاتين، فقلت لهم من في الإدارة؟ فأجابوني قالوا هناك ملك وأمراء، وقلت لهم امرأة ساحرة، وقالت وقلت معهم امرأة ساحرة، أو قالت وقالت معهم امرأة ساحرة، نعم. كاين معهم امرأة ساحرة. قلت في حلم آخر حلمت التقيت بامرأة لم أعرفها، فقالت لي أنا أعرفك وأعرف زوجك وابنتك، وذهبت وقالت وذهبت وقالت لي أمي تلك المرأة تهين ابنتك، وذهبت لها لكي أضربها، والتقيت ثلاث نساء، واحدة على اليسار واثنتين على اليمين، والتي كانت على اليسار كانت جالسة، والآخرين الذين كانوا في اليمين كانوا نائمين، كنت أحدثهم بكلام الله ولم يرد علي، ورحلت والتقيت بامرأة جنية فقالت انظري إلي أقول لك شيء، أنت عندك سحر الدم في القبور، وجاء جني كأنه يطير وغضب منها، غضب منها لأنها أخبرت عرفت، لأنها أخبرتني وذهبت، وجاء إليه مسرعا وهو يطير، التصق بين كتفي، فأخذت أصرخ وأبكي وأقول لقد دخل جسدي خطوة خطوة، والتفت ورائي ورأيت خياله. جيد، مزيان. حلم آخر حلمت خرجت من باب منزل أخي، ورأيت امرأة جنية ترتدي لباس أبيض ولكن ليس أبيض واضح، وضمتني بقوة على صدري كأنني أحمل كأنني أحمل في الصدر رضيع في الصدر، وقالت لي إني أحبك كثيرا وأموت على حبك، وكانت تقول لي جميع الأشياء التي تحصل، ومشيت وأنا وهي في الطريق، وقلت لها أخبريني عن ذلك الحلم الذي رأيت عن أولاد، وصمتت ولم تخبرني، وكانت تتمتم وقالت لي أنا أريدك أن تلبسي الأبيض، فقلت لها أنا لا أحب الأبيض ولا أرتاح فيه، وفي الحقيقة أنا لا ألبس اللباس الأبيض، ورجعت نفس المكان الذي التقيت فيه تلك الجنية، ووجدت أقرباء زوجي، وكانت ابنة خالة زوجي تسقط سقطت من الدرج وأصيبت بكسر في الظهر والرجل، وكانت أمها تحملها وأبوها، وكنت ألاحقهم، وكنت مصدومة ولا أستطيع أن أحمل معهم، وانتبهت إلى جسدي كأنني متبرجة، فقلت هذا عيب، سأذهب إلى بيتي لكي أرتدي ملابس لكي ألحقهم أو ألحقهم، والتقيت زوجي في الطريق ويحمل بيده عباية بها ألوان، وقلت الحمد لله لأنك أتيتني بها لأنني كنت أريدها، ودخلنا مكان كأنه مرحاض به ثلاث أبواب، ودخلت في أحد منها ولكن كبير ومتسع وضوءه قليل، وكان فيه واحد من الجن، ولن أستطيع أن ألبس العباية، وكنت أقول لزوجي انتظرني، واختفى عني، وذهبت إلى باب جوج كذلك فيه صوت من الجن، ودخلت الباب ثلاثة والتقيت بجني، وكان يصرخ ويضربني ويعضني، كنت أقرأ عليه آية الكرسي ونفثا لكن لن تؤثر فيه، واستيقظت وكنت أسمع صراخ وبكاء في بطني عندما استيقظت، ووجدت نفسي نائمة على بطني، وقبل أن أرى هذا الحلم كنت أسمع آيات العين والحسد. طيب، رأيت كأن امرأة حلم آخر
تعمل عملية غير شرعية، وهناك ثور أسود ضخم وكنت خائفة منه، ويوجد فوق أكتافه 3 أطفال يرضعون، واقترب إلي وجلس وهو كأنه مربوط بحبل، وفي نفس المكان وجدتك أنت ترتدي في أنا يعني وجدتك أنت ترتدي ثياب بيضاء كأنها لباس طب، وكنت متمدد على الظهر وأنت تصار أو أنت كنت متمدد على الظهر وأنت تعالجني بالإبر، وكانت امرأة عند رأسي تساعدك، وبعدها أرسلتني إلى غرفة ثانية بها حرارة وضجيج الآن مثل سكانير، وكان الدم يتصاعد في عروقي، وبعدها كأنني انخفض وزني ولم أعد سمينة، والتفت إلى فخذي ياك ذاك الدم الذي تصاعد انحصر في خصري الأيمن وفي خصري الأيسر، يوجد نفخ في جهة الرحم، ومن بعد ذلك كنت أبحث عنك لأريك ذاك النفخ، وجدتك ولكن كنت مشغول وشكرا جزيلا. طيب هناك أمر آخر. طيب قلت كذا، لكن حلمت ذهبت أنا وزوجي إلى مدينة إلى المدينة أتقد شيء الخياطة، ثم صرخ لي شاب حذائي، عمر ذاك الشاب يتراوح ما بين 18 و 20 سنة، وكنت أتبعه وأصرخ وأقول له اترك لي حذائي، وناديت على زوجي وقلت له أخبر الشرطة ولن نلحق به، وجلس حافيا، وقال زوجي نشتري حذاء آخر، فقلت له ليس لدي المال، وقلت لا بأس سأكمل حافية، ولكن كنت أقول كيف سأرجع حافية، وكنت شو كي غوت فينا عندنا حنا والناس هو الناس بحال هذه صراحة ما تكونش في الصباح، لأن الجار عنده حق، هنا ما القاعة ما كتسمعش، الفوق غادي يسمعوا الناس. أنا فهمت دابا غتكلمي مع الناس اللي معاهم، إلا كانت غتصرخ عندهم السيارة غيمشيو للسيارة بكل أدب بكل تواضع، إن الله لا يستحي من الحق، كاين جيري باقي مريض كاين اللي ناعس صح ولا لا، ملي تدخل هنا تغوت كيف ما بغات الصوت ما يتسمعش، كلام واضح صح صافي، ما بغاوش شوفي ما بغاوش يديوها ويجيو مع الظهر ولا كذا صح ولا لا، هذا هو الكلام. طيب وقال لزوجي نشتري حذاء آخر، فقلت له ليس لدي المال، وقلت له لا بأس سأكمل حافية، ولكن كنت أقول كيف سأرجع حافية، وكنت مشوشة، وكنت أتم البحث عليه، ودخلت في المنزل لكي أبحث عن ذلك الحذاء خطوة خطوتين، ولكن أتذكر كيف أرجع، وكان ذلك المنزل خالي، كانت الأرض مبتلة بالماء وكلها مجاري للماء، وكلما خطوت كنت أرى ضوء وأظن هو الباب الذي سأخرج منه، ولكن يكون العكس، أجده مكان مظلما ومحدود، والتقيت بابنة بنت تلهيني حتى آتي المرأة الأخرى، وتلك المرأة مرآة المرأة المرأة وتلك المرأة كانت متحالفة مع متحالفة مع أناس وقاموا بربطي، وكان هؤلاء الرجال كأنهم أتيون من طرف الدولة، ومعهم واحد من المسؤولين من القصر، وأدخلني إلى باب آخر، وقام باغتصابي، وألبس اللون الأحمر وصدري عار، وكان هو على الأرض وأنا فوقه في ذلك المكان، ذهبت إلى المرحاض وتم جماع آخر ولن أراه، وكان ذلك الصنبور على شكل قاضي رجل، وتم جماع آخر ما شيئا، وكأنني أزال في ذلك المكان الذي أخذته منه، وتلك مكان كأنه ها، وتلك المرأة كانوا يصطادون النساء
اطلب منك السماح يا شيخ، غني اقبل اتقبل بك. لا ماشي مشكل. طب المهم انا مزيان اللي كتبتي هذا الشيء، لان بالعكس اعطاني معلومه كبيره. انا الشيخ كله سقط ما شاء الله في الرقيه، لان هذا الشيء كيترجم داك الشيء اللي عندك. عندك نوع الامراء والملوك اللي كتحلم كيوقع. صافي الا فهمت مزيان، حيت بعض الرقيه كيبانوا اعراض وأوراق. السلام يا شيخ، جزاك الله خيرا. اها شنو هي دي؟ وسواس. شنو هي دي؟ خبر فرها شنو هي؟ سئة. وسواس او شيء ما فهمت دابا كل شيء ان شاء الله. شحال معاكم زوجين؟ 18 عام. ما شاء الله تبارك الله. هادشي ما كايناش، وكما كانش هادشي في الاول. شحال باش بان عندكم هادشي؟ 2004 بدا هادشي. 2005 بدات المشاكل، يعني واحد 12 عام داز الجحيم. جحيم، تعطيل الجماع، تعطيل المحبة، تعطيل المال. ملي ديت الرقية الأمور تزادت، طلعت السما. استنى غير نمشيو نفرقوا لا خويا جلسوا قدامي بجوج. نوضي اختي كتسكنوا في مكناس؟ نعم في مكناس. هذاك مكناس شحال جامع؟ واو 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 غير وما. هذا هو المشكل. الناس كيكون دابا اللي كيسكنوا في الأماكن اللي فيها السحر، حتى الناس باش يسحروا كيكون داكشي قريب ليهم ساهل. كاينه مشعوذه في الدرب. استغفر الله، واحد اكثر من النص غادي نطفى الطريق. وانا عرفت وسيدهم على سيدهم الكامل كذا عيشه هذه كل شيء مشكله. مشاكل. يلا ديري يدك على وجهك حتى انت. بسم الله بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو الله الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وهو الذي يبعثنا وهو الذي يحاسبنا وهو الذي نرجو رحمته ونخشى عذابه نرجو رحمته التي كتبها للمؤمنين، كتبها للمتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لا إله إلا أنت، الملك ملكك والخلق خلقك. فضلت بين الخلق في الأرزاق، وأنت الرب الواحد والرازق الواحد. فضلت بين الخلق في القوة، وأنت القوي المتين. ما أجلك وما أعظمك، كل شيء عندك بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لا ترمى بالعبث ولا ينسب لك النقص ولا تتصف بالسلب. لك التمام والكمال والجمال والجلال.
الخير منك وإليك، والشر لا ينسب إليك، والشر لا ينسب إليك، الخير منك وإليك، والشر لا ينسب إليك، الخير منك وإليك، والشر لا ينسب إليك، رحيم رحمن، كريم جواد، غني سبحانك ما أرحمك وما أكرمك. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا أن يحمد، نحمده حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لولا الله ما اهتدينا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، يا رعاكم الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما من عبد يتقلب في نعمة الهداية، وكفى بها نعمة بعد الإسلام والإيمان، فليعلم أن الله جاد عليه، أكرمه، أعزه، أعلى قدره، رفع قدره، فليعلم أن الله أحبه، اصطفاه واجتباه، اصطفاه واجتباه. إن الله يهدي لدينه من أحب، ويهدي لشرعه من أحب، ويهدي لكتابه من أحب. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اكتب لنا في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، اللهم اكتب لنا في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، اكتب لنا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وللمسلمين والمسلمات ولوالدينا رضا لا سخط بعده. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده. من كتب له الرضا ومن كتب له من الله الرضا فهو على خير، فهو على خير، فهو على خير. فالحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبسم الله نبدأ. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. توكلنا على الله، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حقا وصدقا، وارزقنا منزلة التوكل ومنازل المتوكلين عليك بحق وبصدق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا مدارج السالكين، اللهم أنزلنا منازل السالكين. يا رب طهر قلوبنا، يا رب اشف أبداننا، يا رب اهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا وارزقنا. بسم الله نبدأ. سبحانك أنت معنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، لا يخفى عنك شيء من حالنا، لا تخفى عنك ذنوبنا، ولا تخفى عنك طاعتنا، لا تخفى عنك ذنوبنا
ولا تخفى عنك طاعتنا. فاكتب لنا ربنا بالمعصية مغفرة وتوبة، واكتب لنا بالطاعة رفعة وعزة، نظن فيك خيرا وأنت الرب العفو الكريم. نحبك ونحب من يحبك، ونحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارضى عنا. بسم الله نبدأ. الحمد لله. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للأبدان والقلوب، رحمة للمؤمنين في الدنيا، ورحمة لهم في قبورهم، ورحمة لهم يوم العرض على ربهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا مؤمن، إن القرآن لك رحمة وشفاء وبلسم ودواء. فاقرأ القرآن، فاقرأ ما تيسر من القرآن، فاحفظوا القرآن، فاجتهدوا في ختم القرآن، كونوا من أهل القرآن، تدارسوا القرآن، استمعوا إلى القرآن، تدبروا القرآن، افهموا معاني القرآن، تحاكموا إلى القرآن، تشافوا بالقرآن. إنه كلام الله، إنه كلام الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. إنه القرآن يعز الله به من أعزه، ويذل به من أذله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين، للمؤمنين الذين آمنوا بالله حقا، الذين آمنوا بالله حقا. إلى كل مؤمن ومؤمنة، إلى كل مؤمن ومؤمنة، إن الله جل وعلا جعل الخير كله أوله وآخره في القرآن، سره وعلانيته في القرآن. نعم، القرآن يحرك القلوب والأفئدة، يطهرها، يغسلها، ينيرها. القرآن يجعل في الأبدان قوة ورفعة. القرآن يجعل من يسكن الأبدان في قلة وذلة، وإن زعم أنه من الملوك، بل وإن زعموا أنهم من الملوك، وإن جاءوا ملوكا، وإن جاءوا ملوكا ووزراء وجنود، وإن كانوا على قوة، وإن كانوا على بأس وشدة، فكلام الله باليقين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا كتاب الله، هذا تأمل كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله قوي من القوي، عظيم من العظيم. كلام الله رحمة من الرحيم. كيف حال هذا الملوك؟ كيف هي قوته؟ كيف هو بأسه؟ كيف هي شدتهم؟ كيف هو كفرهم؟ كيفما كانوا فالله جل وعلا كلامه أعز وأجل، وكلامه يصل إليهم،
كلامه يحركهم، كلامه يهديهم، كلامه يجتبيهم ويصطفيهم. وسنأتي بإذن الله إلى ذكر آية القرآن، سنأتي إلى قراءة القرآن وإلى فهم بعض آية القرآن لنفهم الأسرار التي أودعها الله جل وعلا في بعض الصور والآية من القرآن. كلام الله، كلام الله هداية للحياة وللضالين وللمشككين، هداية للخلق أجمعين، هداية للخلق أجمعين. القرآن يهدي الفاجر، القرآن يهدي الكافر. هذا القرآن لمن أصغى إليه وألقى السمع، هذا القرآن بإذن الله يخرج كل عبد من الظلمات إلى النور، يخرج من الظلمات إلى النور، ومن الغواية والضلال إلى الاستقامة والإيمان. إنه القرآن لمن وعاه، لمن عقله وفهمه، لمن تأمله وتدبره. إنه القرآن جعل الله مع كل حرف من حروفه سرا بالأسرار. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف، والحرف بعشر حسنات إلى مئة إلى سبعمائة، ويضاعف الله لمن يشاء. وكذلك مع كل حرف جعل الله أسرار أخرى في الهداية والشفاء والرحمة والرفعة والعزة والغنى والبركة والسعة والحفظ في الدنيا والآخرة. كلام الله، كلام الله. معشر الملوك من الجن، إلى كل ملك كبير من ملوك الجن، إلى كل ملك كبير من ملوك الجن، إلى كل مارد أو شيطان كبير من ملوك الجن، إلى كل من استحوذ على البدن من ملوك الجن، إلى كل من جاءوا بالأسحار الكثيرة والكبيرة من ملوك الجن، تجلت رؤى بإذن الله عز وجل تظهر ما كان خفيا، تظهر ما كان خفيا. الله سبحانه وتعالى جعل رؤى مبشرات تبشر بالخير، وكذلك تظهر أسرارا كانت في سر، كانت في بدن، فكشفها الله وجلاها الله في رؤى، فله الحمد والمنة. ملك كبير يتملك البدن قهرا، يتملكه غصبا، وليس وحده، بل معه من الملوك والخدام والخادمات أسحار عظيمة. وتجلى في الرؤى أن له عشق كبير وحب كبير وتعلق شديد بالبدن. هذا الحب وهذا العشق جعله يعذب الزوج في فراشه وجماعه، في كسبه وسعيه وماله، وفي زوجه وابنته، فاجتمعت الكروب والخطوب، أسحار أولى
ثم جان يعذب في الأولى وفي الآخرة. جن تعلقوا بالبدن تعلقا كبيرا، يترأسهم قوي شديد كبير، ملك كبير. وحينما أوذي بالرقية أرسل من معه فسلطهم على الإبنة الصغيرة فأخرجها من البيت تائها لا تعرف طريقا، حتى يفجع الأم ويحزن الوالد انتقاما وبأسا لماذا يعذب في الرقية. والأنفاس تتصاعد وتزداد وأنت داخلها تسمع، وأنت معها تسمعين حاشية رابية. لا شك ولا تردد، كلام الله يصل إليكم إما بالنور والهداية وإما بالداء والعطب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الظالم الذي تعدى حدود الله والذي كفر بالله والذي عصى أمر الله والذي تعالى على حكم الله والذي يظلم خلق الله يزيده القرآن عذابا وذلة وصغارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الخسران لا ربح ولا فوز ولا غنيمة ولا علو ولا سيادة ولا ملك يا جني الظالم، لا ملك، تذل في ملكك يا جني الظالم وتخذل في ملكك يا جني الظالم إلا إذا جئت تائبا منيبا. ظهرت مبشرات وأن منكم من تريدها لنفسها حبا وعشقا كبيرا قديما، فاسمعوا وعوا وتأملوا جميعا. إليك يا ملك، إليك يا ملك أخاطب الكبير، أخاطب الكبير الذي أحب الأحمر والدم فجمع بين دم أحمر ولباس أحمر. فتأمل إلى كل ملك كبير، أنا أخاطبك وأنت كبيرهم. إلى كل ملك من ملوك الجن كبير داخلها، الكبير الذي تملكها تزوجها، الذي نكح، الذي يأتي كل ليلة في الفراش في صور الملوك في هيئة الملوك في قصور الملوك في لباس الملوك. إليك أنت، أنت الملك الكبير الذي تعتدي عليها وعلى زوجها، تعتدي عليها أنت وتعذب الزوج أنت، أنت الكبير. إليك يا ملك، إلى كل ملك من ملوك الجن جاءوا بك بسحر الدم، أسحار تجلت بالدماء بالدم أكثر من الدماء أكثر من الذبح، ذبحوا كثيرا، سفكوا الدماء كثيرا، أرهقوا الدماء كثيرا، سالوا دماء، جاءوا بدماء، كتبوا بدماء، بخروا بدماء، عقدوا بدماء، جعلوا أحجبة بدماء،
وطلانسم بدماء وحساب بدماء وجداول بدماء، كتبوا على صور بدماء، على لباس بدماء، دفنوا بالدماء على قبر قديم مهجور، مقبرة منسية على قبر جديد، صغير كبير، ذكر أنثى، رجل امرأة، على قبور عظيمة عند باب، عند عتبة، عند رأس، عند قدم، عند شير، عند حجر، في مقابر، في قبور قديم عظيم لملك كبير سكن منذ السنين، ملك من ملوك الجن، ملك كبير يضع يديه على أذنيه حتى لا يسمع، ملك كبير يجعل في البيت الفتنة، يسرق المال من البيت فيجعل في البيت صخب وفتنة وعذابا، يبحث عن المال هنا وهناك لا يوجد، لا يجدونه، يبحثون في المكان الواحد مرات ومرات ومرات لا يجدونه. فبعدما تعلو الفتنة والخصومة والشحنة يوجد المال ويعثر على المال في المكان الذي فتش وبحث فيه مرات ومرات، الغاية الفتنة والوقيعة. تعطيل الجماع 12 سنة، عذاب شديد، تعطيل الجماع 12 سنة بليلها ونهارها، 12 سنة إلى الآن تعطيل تام، تعطيل للمال، تسببت في الديون والفقر، تريد أن تشرد الأمة والإبناء وأن تكون سببا في الطلاق والفراق، جاءوا بك كي تطلق، فقلت أن تكون لي، أنا أخذها لنفسي، فأصبحت مفتونا بالصدر كما تجلى في الرؤى، مفتون بالصدر، مفتون بالصدر، مفتون باللباس، مفتون باللون، مفتون بالفراش والجماع، فأصبحت ملك من ملوك الجن مفتون، بل حتى بعض الخادمات افتتن، أصبحت مفتونة، تعشق وتحب الجمال والقوام، صح أم لا؟ إذا ملك كبير إليك وأنت الكبير الذي تسوسهم وتقودهم، تحركهم وتأمرهم، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم عاقل مسلم؟ أما حرككم القرآن؟ أما حركتكم آية القرآن؟ يا ملك، أشهد الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه أننا نرجو لك إيمانا ورفعة في الدنيا والآخرة، فالرزق رزقه وهو الذي حبك بالملك ثانيا، لكن اجعله في طاعة الله لتعز في الدنيا والآخرة، ليرفع قدرك في الدنيا والآخرة، لتكون غنيا حميدا كريما في الدنيا والآخرة. فالغني إن جاء بماله وغناه لله أغناه الله وزاده الله تعالى رفعة في الدنيا والآخرة. إذا من الفائز؟ أنت الفائز، المال ماله ابتداء، وجاد عليك به ابتداء تفضلا ومنة، ثم أنت أودعت بعضا منه ادخارا وإنفاقا، فزادك الله جل وعلا ربحا وفضلا، ففزت في الدنيا، ثم وفقت فوق ذلك إلى أخرى
إنفاقا وجودا وسخاء وعطاء، فزادك زادك الله جل وعلا أخرى في الدنيا وأخرى في الآخرة. فقلبت في النعم صباح مساء في الدنيا، ثم إذا أتيت إلى الله وجدت الافتخار تاما غير ناقص في الآخرة، أنت الفائز. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله، مفهوم؟ فالكيس الفطن من فقه المعاني وعلم أن له ربا يسارع، من أتاني يمشي أتيته هرولا، سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله، هنا تفهم، فهي ابتداء من الله ثم ينفق بعضها أو جلها أو كلها، ولهذا فهم الصحابة هذه المعاني. فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، بنصف ماله كله، بنصف ماله إلى النبي إنفاقا في سبيل الله، وقال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم لن يسبقني أحد، لأنه فهم المعاني، فهم الادخار الحق وفهم الكسب الحق. ثم إذا به يرى أبا بكر يأتي إلى النبي محملا بالمال كله، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك لأبنائك لزوجك، يقول تركت الله ورسوله. جاء بماله كله، فهم فهما أعمق من فهم عمر، فهم فهما أكثر وأكبر من فهم عمر. في ذلك كانوا يتنافسون في الفهم الحق، في الصدق، في الذي هو يبقى لا يفنى ولا يزول، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، إنه القرآن، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد. هنا فهم أبو بكر رضي الله عنه معنى الإنفاق والادخار، معنى المنة ابتداء من الله ثم تنفق في سبيل الله ثم تؤتى من الله. حينما ابتعدوا عن الدنيا أتتهم وهي راغمة، أتتهم وهي راغمة، طلقوها فصالحتهم وأتت إليهم، تتودد إليهم، وجعلوها لله عز وجل، وكانوا يقولون يا دنيا غيري غوري غيري، فإني طلقتك طلاقا ثلاثا، طلاق لا رجعة فيه، ومع ذلك تأتي إليهم تتودد. فكانت الفتوحات والأمصار والخيرات والبركات والعزة. ولهذا قال عمر حينما استشعر المعنى، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. لا بد أن تفهم الفهم الحق والمعنى الصحيح لمعنى الغنى، لمعنى المال، لمعنى الكثرة، لمعنى القوة، لمعنى الملك، لمعنى السلطة. هذه المعاني تزيدك رفعة وعزة وقوة في الدنيا وعند الله جل وعلا. يا ملك اسمعها واعقلها مني، ليس معنى أن لك ملكا أن تكون في الأرض من المفسدين، ليس معنى أن لك ملكا أن تكون في الأرض مع السحرة والمشعوذين، ليس هذا هو معنى الملك. وإلا كما أخذته يسلب منك، كما منح ممكن أن يرفع، وهذا أمر وتقدير من الله جل وعلا. ففهم معنى القرآن، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا بد أن نفهم معنى وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إذن الذي وهبه وأعطاه وجاد به وتفضل به وألبسه هو الله، ليس معه أحد، هو الذي اختار سبحانه وجل وعلا، اختار من الخلق
اختار ملوكا. ليس كل الخلق ملوكا انسا او جنا، وانما منهم اختار منهم بعضا منهم جعلهم ملوكا، وجعل منكم ملوكا، واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. اذن من الخلق اختار الله ملوك انسا وجنا، هذا اختيار الله عز وجل، هذا اختيار الله، جعل من الخلق الأنبياء، جعل منهم رسل، جعل منهم حواريين، جعل منهم أصحاب للرسل والأنبياء والمرسلين، جعل منهم مقسطين محسنين، جعل منهم أقوياء، جعل منهم علماء ربانيين، وزع الله وقسم بحكمة يعلمها، جعل فقراء، جعل أغنياء، جعل ضعفاء أقوياء، حكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون عليم، ما من فعل أو حركة أو سكون إلا بحكمة يعلمها، يعلمها سبحانه، جعل أسبابا بها تؤتى أمور، وجاء ومنح الله أمورا يجدها العبد في ذاته ونفسه حوله في ذويه ليس له فيها يد، فججد سلالة في الملك، يتنفس ملكا، يسقى ملكا، يشرب ملكا، يكتسي ملكا، يجلس ملكا، هكذا، هذا اختيار الله، هذه حكمة الله لا بد أن نفهم. ولهذا قال تعالى أن يحسنوا الناس على ما أتوا من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن حينما نطالع الملك عند الناس لا نحسدهم على الملك، ولا نحسدهم على المال، ولا نحسدهم على الجاه والسلطان، لكن نسأل الله جل وعلا أن يكونوا على قدر شكر النعم، فهذه نعمة ومنة، فلا يتقوى بها على معصية، لا يتقوى بها على معصية، الأمر سهل، لأن من أسباب زوال النعم عدم الشكر على النعم، ومن أسباب زيادة في النعم الشكر على النعم، الأمر سهل. إذا حينما أخاطبك أنت ملك، حينما تراءت هذه الأمور، هذه نعمة وملك كبير من الله عز وجل، لا أناقشك فيه، سلمت أنك ملك، لكن ماذا مع الملك؟ هل مع الملك فساد؟ تفريق بين أزواج؟ مع الملك أنك تملك أبا رغما عنها؟ امرأة لا حولها ولا قوة؟ مع الملك تمحق المال والتلاعب بالمال في البيت؟ مع الملك أنك تستنفر الجيوش والجنود من كل مكان كي يستقروا في البيت وفي البدن؟ هل مع الملك أن تصبح ظالما طاغية؟ مع الملك أن ترفع التحدي مع أنها ما ظلمت؟ مع الملك تكون خادم لساحر وساحرة؟ مع الملك تكون كافر بالملك الحق سبحانه وتعالى الذي حبك هذا كله؟ بالله عليك، أين هو العقل؟ أين هو الإنصاف؟ أنت الآن تطالع وتنظر، اسمعها وعقلها مني، فإني لك ناصح، أسأل الله أن يصل كلامي إلى، وأرجو لك ماذا؟ النجاة. فاسمع وأسمع من داخلك ومن معك في ملكك ومملكتك أن السحر ظلم عظيم، حرم الله علينا أن نؤذي بعضنا وأن نؤذي أنفسنا أو أن نؤذي غيرنا، الظلم لا يستقيم معه الملك، افهمها، الظلم لا يستقيم ولا يستقر معه الملك،
وإنما الملك يثبت ويعلو بالعدل. جعل الله من أساسيات الملك العدل حتى ينمو ويعلو العدل، وأن يكون الحكم بالقسط بين الناس، لأن هذه قوة وسلطة حباها الله جل وعلا ما شاء من خلقه، فيحب الله تعالى أن يحكم بها بين خلقه كما يحبه ويرضى. فاختار الله تعالى من الناس من حباهم الله تعالى بمنة دون الناس ليحكم بين الناس بما شاء الله جل وعلا وبما أراد. فإذا كان هذا هو العدل بارك الله تعالى في الملك والغنى، بارك الله تعالى في الملك والغنى. وإذا كان غير هذا فإنها القاصمة والهالكة. انظر إلى فرعون كيف كان ملكه، إلى النمرود كيف كان ملكه، انظر إلى قارون وهامان، انظر إلى الأمم السالفة كيف كان ملكها عادا وثمود، انظر إلى من قبلك من الجن الذين كانوا قبلك كيف كان ملكهم، كيف كان ملكهم، كيف كانت قوتهم، أين هم، أين هم؟ منهم من أتلف وأحرق، شرد، منهم من مات، منهم من أصبح في الذلة، لأن هذا جزاء العصيان. فتأمل يرعاك الله، اسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يرعاك برعايته. رعاية الله لا يوفق لها إلا من وفقه الله تعالى. إذا رعاك الله فأنت على خير، إذا رعاك الله الله تعالى لا يضعك إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى، هذه رعاية الله. إذا رعاك الله عز وجل فإنك موفق مسدد، أما إذا كنت في طريق غير طريق الله فأنت مخذول، فأنت مخذول، يرعاك حينها الشيطان. فرق بين أن يرعاك الله وأن يرعاك الشيطان، والفرق بين هذه وهذه أن انظر أين أقامك، وانظر أين قدمك، وأين غرزك. إذا أردت أن تعرف مقامك انظر أين أقامك. إذا كنت في طريق الله فيرعاك الله، إذا كنت في طريق أخرى فيرعاك الشيطان، وإذا كنت في رعاية الشيطان كمن يكون في رعاية بابا ورعاية الروح القدس ورعاية الصليب، هذا في ضلال عريض، في ضلال كبير، في رعاية حمون، في رعاية ملكة، في رعاية عائشة، في رعاية ميمون، في رعاية سبعة رجال، في رعاية كذا، هذا في الضلال العريض. هذا لأنه أصبح يطلب الرعاية من مخلوق ذليل ضعيف، وابتعد عن رعاية المولى الملك الحق سبحانه وتعالى. يعلم هذا بالسير، يعلم هذا بالثبات، يعلم هذا بالمنهج، يعلم هذا بالقول والعمل. يرعاك الله أن تكون مؤمنا، يرعاك الله أن تكون متبعا، يرعاك الله أن تكون مصليا، يرعاك الله أن تكون ذاكرا، يرعاك الله أن تكون خاشعا، يرعاك الله أن تكون موحدا متبعا طيب السر والعلانية، هنا تكون الرعاية. ملكك يحفظ برعاية الله، لأنك راعيت جانب الله وأمرت من معك بأمر الله. أدلك على رب ملك كبير سبحانه وتعالى، لأني أخاطب ملكا كبيرا أخاطبك بما يوافق حالك، وأنت الآن تسمع وتشد الثوب ثم تشد الرأس
وفي كل مرة تتماين مع الكلمات لأن لها وقع عليه، وهذا ما نرجوه بإذن الله عز وجل. حباك الله تعالى بالسمع وبالبصر وبالفؤاد، حباك الله جل وعلا بالجوارح، حباك الله تعالى بالقوة. أين هو الشكر؟ الشكر أن تأتي امرأة وأن ترى زوجها ضعيفا، هذا هو الملك بالله عليك، هذا هو الملك، أنك تبتسم تبتهج تفرح حينما ترى زوجها بعيد عنها في الفراش، أنك أخذته بعيدا عنها وأخذتها لك. يسرك حينما تراه يفلس وتذهب تجارته وماله وسيارته وبيته، يسعدك هذا؟ هذا هو الغنى؟ هذا هو الملك؟ هذه القوة؟ هذه عزة الملوك وأنفة الملوك؟ للملوك عزة وللملوك أنفة وللملوك كبرياء، ولا يتسنى هذا إلا بالعدل أو الإسلام. وفرق بين إسلام وعدل وكفر وعدل. إذا كان الإسلام العدل رفع الملك، وإذا كان إسلام دون عدل خذل الملك، وإذا كان كفر وظلم خذل الملك، وإذا كان كفر وعدل رفع الملك ولم يقل يعز. ففهم، والخير كله أن تجمع بين الإسلام والعدل والقوة والملك، حينها تؤتى الخير كله. والآن أنت تسمع، إني أدعوك إلى الإسلام، ماذا تجني من وراء ساحر يأمرك وينهاك وأنت لست في حاجة إليه؟ أيذلك؟ أيهينك؟ أيقيدك؟ إلى هذا الحد أصبحت ذليلا؟ إلى هذا الحد يتملك رقبتك؟ إلى هذا السحر أخذك؟ أو أن العشق تملكك؟ ماذا تجني من وراء ساحر إلا الخزي والعار؟ بماذا أوصاك؟ أوصاك بالسلب وبالظلم؟ هل أوصاك بالخير والنور؟ تأمل فيما أوصاك. سيوصيك وصية قاتلة مميتة سوداء: فرق، طلق، شتت، عطل، سود، امحق، كن تسبب في الفقر، في شتات البيت. كل ما يوصيك به هو ظلمات بعضها فوق بعض، وأنت ملك كبير، وتأتي بجنودك وتؤذي أمتا، ماذا استفدت بالله عليك؟ وماذا تستفيد؟ رفعة وعزة في ضروب الشياطين وعالم الجن والشياطين؟ سيخذلوك ولن ينفعوك. العزيز من أعز الله، العزة في من عزة الله، في طاعة الله، في توحيد الله. وأنت الآن تألم وتأمل وتدبر، فكن عاقلا منصفا. إن الساحر ظالم لك وظالم لها، وظالم لزوجها، ظالم لبيتها. إن الساحرة ظالمة لك وظالمة لها وظالمة لزوجها. إن الأسحار الكثيرة ظلم لك وظلم لها وظلم لزوجها وابنتها. إن السحر حينما سحروا ظلموك، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهل تريد أن تكون مع الظالمين؟ بالله عليك، تريد أن تكون مع الظالمين؟ إن الظالمين في عذاب، أعد الله للظالمين نارا وجحيما وسعيرا. وهذه ليست كلمات، هذا يقين. أعد الله للظالمين نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى، الشقي من يصلى النار والسعير والجحيم، ذاك هو الشقي. قال تعالى: سيجنبها الأتقى،
التقوى. كلام يؤذيك في رأسك لأنه حق، لأن كان بركان وصراع في العقل، لأن هذه المفاهيم كنت بعيد عنها، فلا بد أن نفهمك بعض أحكام الدين والشرع والإسلام، لأنك ملك. إذا جئت أعزك الله وأعز الله بك الإسلام، كما أعز الله الإسلام بعمر رضي الله عن عمر. نعم أنت قوي، والإسلام يحتاج إلى الأقوياء. أنت غني، والإسلام يحتاج إلى الأغنياء. أنت عزيز، والإسلام يحتاج إليك. تزداد عزة بالإسلام بإذن الله، ورفعة بالإسلام بإذن الله. كان هناك ملوك يعرفون بالبطش وبالطغيان والجبروت، وصنعوا أشد وأكثر وأقوى ما صنعت، ثم بكوا خاشعين، جاءوا تائبين وجلين. شرح الله صدرهم، شرح الله صدرهم، وهذه نعمة من الله. شرح الصدر بالله عليك، يسعدك أن ترى الزوجة وهي في البيت وزوجها أمامها ولا يستطيع أن يدنو أو يقترب منها، أيسعدك هذا إلى هذا الحد؟ 12 سنة مرق قلبك تجعل زوجها يطالعها ويراها ولا يستطيع أن يلمس أو يجامعها؟ بالله عليك، فقل نعم إلى هذا الحد. 12 سنة ما تحرك قلبك؟ ما رأيتها تبكي وتخشى؟ ما رأيتها تصلي تركع؟ ما حرك سجود؟ ما حرك قرآن إلى هذا الحد؟ 12 سنة تعطيل للجماع تام، فقر تعطل عليه العمل والتجارة والمال، تؤذي في كل شيء، حتى قال زوجها خلاص أوشكنا أن نتفاهم على أمر الطلاق. الزوج إلى متى يصبر؟ لا يستطيع أن يأتي الزوج 12 سنة، هذا شيء عظيم مستحيل، مفهوم؟ وأنت تعلم هذا. إلى هذا الحد بالله عليك، بالله عليك، لو كانت لك زوجة أكنت ترجو أن يصنع بها مثل ما صنع بهذه الأم، كما صنعت بها أنت؟ لو كانت لك زوجة أو ابنة أترجو لها الظلم؟ هذا ظلم. وصاحب عزة النفس يترفع ويأبى أن يظلم، حتى الكفرة الذين لهم خلق وكبرياء يأبوا أن يظلموا الناس، يترفعوا عن الظلم. أصحاب النفوس السليمة لا يريدون أن يكونوا مع الظالمين، حتى وإن كانوا هم كفر أو كانوا كافرين أو مشركين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلف الفضول، وهذا جعله كان معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير السن مع بعض الكبراء من قريش، اجتمعوا وتحالفوا أن ينصروا كل مظلوم في مكة، أن لا يكون هناك مظلوم في مكة، مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام، يشربون الخمر، يطوفون بالبيت عراة، وكان عندهم ما عندهم، لكن كانوا يرفضون معنى الظلم، لا يريدون الظلم. قبل الإسلام، قبل الإسلام تحالفوا أن يكونوا قوة لنصرة المظلوم، ألا يخذل عندهم مظلوم، ألا يخذل مظلوم.
بهذا جاء الإسلام وبهذا أمر الإسلام. نعم، لهذا قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. سبحان الله. فلو كانت فيك بضعة خير تأتي بك إلى الإسلام، وكل أمر فيه خير أنت، ما من إنسان إلا وفيه خير إن شاء الله، وجن كذلك. هذا الخير الذي فيك ينمو ويكبر ويخرج بإذن الله صافيا في الإسلام، فينفع الله بك أقواما، تكون نفعا، كما كنت في يد الساحر عذابا تكون رحمة، وترى السعادة بإذن الله عز وجل. حين تكون عزيزا قويا ترى معية الله في المساجد، في الحج، في العمرة، في طاعة، في العبادة، وتقول لجنودك هيا كلنا مسلمون نجاهد في سبيل الله، ندعو إلى الله، نحارب الشياطين والسحرة، نبتل الأسحار، نكون عونا على الخير، ترى حياتك تتغير، الحياة تتغير. نعم والله الذي لا إله إلا هو، الحياة تتغير بطاعة الله عز وجل. وأن تبحث لك عن الرفقة والخلة والصحبة الطيبة التي تعينك على أمر الدين والدنيا والآخرة، من زوجة، من صاحب، من رفيق، من جار. لهذا النبي كان يقول وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. الجار السوء هذا نقمة، لأنه يجرك إلى التلف. وكذلك الجار، أوصل الله الجار على أنواع كذلك في القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب الجار والجار الجنب الذي بجنبك، وقال المفسر كذلك الزوجة فهي جار بجنبك دائما. إذا الإنسان دائما يبحث على من يجاوره بالخير، ابحث عن من يجاورك في ملكك بالخير، كتسمع عن من يجاورك في ملكك بالخير، لا يكون في ملكك ظالم، وزير ظالم، سلطان ظالم، لا يكون معك من القادة ظالم، لا يكون معك من الأتباع ظالم، فأنت مسؤول عن ملكك، تسأل عنه عند الله عز وجل. إذن لا بد أن تبحث لك عن بطانة طيبة ورفقة طيبة وخلة طيبة وصحبة طيبة وأقران طيبين وأخلاءكم طيبين بإذن الله عز وجل. حينها تذكر بالله صباح مساء، حين يسهل عليك أمر الطاعة صباح مساء، حين يكون لك الأجر والثواب صباح مساء، بالأمر تأمره فينفذ. مفهوم؟ هذا أمر سهل على من يسره الله جل وعلا عليه. إذن اجعل ملك كريم الله عز وجل يا ملك. والخادمات أنتن كذلك من يد بهذا الكلام بهذا الأمر، هو أمر من الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إليك يا ملك يا عاشق، حب الله أعظم لكنها جمرة الحب والعشق والهوى والشهوة. يا عاشق، حب الله يبقى، حب الله يعود بالقوة، أما المعصية تعود بالضعف. حب الله يعود بالنور، أما حب المعصية فيعود بالظلمة والسواد. حب الله يعود بالبركة، أما حب المعصية فيذهب بالبركة ويمحقها. حب الله يأتي بالخير كله، أما حب المعصية يأتي بالشر كله. حب الله هو الخير والبر والبركة، فأقبل على الله بالخير، تنال خيرا، والخير منه وإليه كما قلنا في البداية. يا عاشق هي عليك حرام، وأنا أحدثك كلاما يليق بمكانك، لا أرجو لك عذابا، لا أرجو لك حرقا، لا أرجو أن يتشفى فيك من معك وأن ينظر إلى ملكهم وهو يعذب،
لا أريد أن ترى الجنية والجنيات والجن ملكهم يعذب يذل في ملكه. أذكرك بهذا بداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسائل الملوك ويخاطبهم خطابا يليق بالملوك ويؤلف قلوبهم بما يفق حالهم لأنهم ساد وقاد وساس وملوك. فإني أحدثك، لا أرجو أن يرى الجن ملكهم يعذب ويهان ويذل، وكذلك الجنيات. أريد أن يروا ملكهم قد اقتنع وفكر وقدر ثم فكر وقدر ثم آمن وأقبل ولم يدبر وأسلم لله عز وجل. نعم، أنت الآن تحرك كلك والتجاوب. أريد أن يقر في قلب الملك الإيمان كما قر في ملكة بلقيس الإيمان. أريد أن يقر في قلبك الإيمان وأن تكون من أهل الجود والإحسان. أنت ملك، بإمكانك أن تختار ما تشاء من زوجات حلال طيبات مثنى وثلاثة ورباع، وألا تأتي الزنا. أحل الله لك بالملك أن تنكح مثنى وثلاثة ورباع، وألا تعتدي على أعراض النساء، أن يكون لك من الخير ما تريد، وألا تنقم على الناس بالسحر. فكيف أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بالله عليك، أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير في طاعة الله، فيما حباكم الله أن تجعلوه لله وأن تتنعموا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تنعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، تنعم، خذ من الطيبات كما أمر الله الأنبياء والرسل، كل من الطيبات وعمل صالحة. سبحان الله، لكن لا تظلم امرأة، لا تظلم زوجا، لا تظلم بيتا، لا تظلم فراشا جمالا، زواجا، كسبا حلالا، لا تظلم بأي تحت أي غطاء أو ذريعة، لا يجوز هذا. وإن تعاظمت الأسحار وتقوت، هذا ظلم. يا معشر الجن، إن الدين عند الله الإسلام. يا معشر الجن، إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هذه نعمة من الله، الإسلام نعمة من الله. إن الدين عند الله الإسلام، نعمة جليلة عظيمة من الله. ما هي؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فأسلم لله عز وجل، أسلم لله عز وجل، وأعطي عهدا ألا تعطل جماعا، ألا تعطل فراشا، ألا تعطل حبا، ألا تعطل مالا، ألا تفتن بيتا. أعطي عهدا لله عز وجل، للخالق البارئ المصور، للمبدئ المعيد، للجميل للكريم للغني للقوي، أعطيه عهدا ألا تعطل فراشا ولا جماعا، وأن تأمر بقوة وحب من معك أن يكونوا كذلك على القوة والخير في طاعة الله. نعم، هيا إلى الله، عهد
نتعاون جميعا أن نكون على الخير دائما وأبدا. هيا هيا يا قوي، يا ملك، يا ملك، إلى كل الخدام والحراس والأعوان، إلى كل الخدام والحراس والأعوان، إلى كل من يطيرون أو يغوصون، إلى كل من جاءوا بالأسحار وبأعين العائنين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين، إليكم جميعا أنتم والملك الكبير، كونوا جميعا عونا على الخير، أعطوا العهد ألا تعطلوا جماعا ولا فراشا ولا حبا ولا ودا ولا سعة ولا رزقا طاعة لله عز وجل. هيا إلى الله، نرجو لكم الخير كله والفوز بالجنة، والله إنها جنان ليست جنة، والمحروم من حرم، إنها ليست جنة أفقر، وليس في جنة فقير، أقل الناس وأقل الجن منزلة في الجنة له ملك 10 ملوك الأرض. شي ملوك الأرض هذا جمعهم كاملين، ملوك الأرض كلهم بما عندهم من الملك والخير، أقل من يدخل الجنة له ملك الأرض ضرب 10، هذا أقلهم ملكا في الجنة. وما ظنك إذا ارتقى العبد في الجنان حتى بلغ الفردوس الأعلى؟ يا الله، إنها جنان، إنها جنان، وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أدخلنا الجنة يا رب، نسألك جنة الدنيا وجنة القبر وجنة الآخرة. يا رب نسألك جنة الدنيا وجنة القبر وجنة الآخرة يا أرحم الراحمين. نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. كتسمع، فكم من منعم محروم، وكم من محروم منعم، وكم من منعم منعم، وكم من محروم محروم. فهمها، كم من منعم في الدنيا محروم في الآخرة، وكم من محروم في الدنيا منعم في الآخرة، وكم من منعم في الدنيا منعم في الآخرة، وكم من محروم في الدنيا محروم في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من الفائزين. مفهوم؟ فتأمل، أسأل الله أن يرحمنا. أعطي عهدا وأنت الآن صاحي تسمع تحرك، عهد لله عز وجل، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كتسمع أولا الله أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنا ولا شيطان ولا حجر ولا وبر ولا مضرا ولا ضريحا ولا ميتا ولا عظما ولا سحرا ولا قبلة، أن تكون عبدا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. هيا إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن بإذن الله سنتميم، لكن لا تذهب هي الآن، تخرج بإذن الله وتجلس بجوار هنايا وتبقى تسمع باش حتى تسمع معها بإذن الله. وأسأل الله أسأل الله أن يجعل ما تسمعه الآن هداية ونورا وإيمانا وثباتا ويقينا ودخرا ورفعة وعزة وبركة. قل آمين. وأن نسمع منك الإيمان وشهادة التوحيد والالتزام والاستقامة بإذن الله عز وجل. رأينا تفاعلك تجاوبك أحيانا يكاد ترفع السبابة بالإيمان، سواء منك أنت أو من خدام. رأينا أنك تضع يديك على أذنك تشد ثيابك، كلام يؤثر فيك، كلام آخر يجعلك تميك أنك تكاد أن تقوم أو تسقط. الحمد لله هناك تجاوب مع الكلام، تفهم معنى الوعظ والبيان. فأسأل الله أن يبلغك الحق وأن يوفقك للحق، ولن تذهب، ستخرج وكل كلمة بإذن الله تسمعها معي بإذن الله أجعلك تسمع إن شاء الله عز وجل. وبعدها أسأل الله تعالى أن أسمع منك الشهادة ونواصل فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذا تخرجوا دابا ما تشوش قول جلسي هنا يتسلم يلا بسم الله. شنو حسيتي دابا أختي؟ ما كتحكميش راسك صح؟ ما كتحكميش، ثقيل على الجسم تاعك كامل، راسك كان كيتمايل، عقلتي باش كتنوضي، كتحسي بشي حاجه كتشرب معاك لداخل. جيد، كلشي هادشي مزيان. طيب يلا خرجي هنايا بقيت سنين ما تمشيش. يلا امين. لا ماشي مشكل، لا دواج ان شاء الله دابا باذن يكون خير. يلا تسناو الحمد لله الامور طيبه. انا بغيت ناكد على الصار تاعي الكبير لانه هو اللي كيقود الاخرين، بحيث لا جا هو سهل القضيه. يلا سال الامور دابا راه بانت بزاف الحمد لله مزيان ان شاء الله. تسنين امين واياكم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. امين. دخلي الناس كنسجل انا وقفت جيب كيسال الله كيسمعوني الناس شي مشكل نوقفوا يعني الله خير.